ستيف جوب. ايه. ألف مبروك. إجابة خاطئة. تعالوا فريق محمد جاوي. يعوض. النقاط تجينا يا لبيك. النقاط هذه تجينا. إيه الحين النقاط راحت لفريقك. الله يسعدك. طيب السؤال. الله يبيضك. وبالنهاية بنعلم من الفريق الفائز، أما فريق محمد ولا فريق باسم؟ بسام. أنا ما أخذ قلبي باسم. ما عليك يا رجال كلها واحد. خيري يا أبو ضي مسي عليه بالخير. السؤال الثاني، ما هي عاصمة اليابان؟ كويتو، أوسكا، طوكيو. لا تعال لا تعال لا تعال لا تعال عين هنا عين هنا. طوكيو. كيوتو. طوكيو نعم نعم. طوكيو. طوكيو. أنا شوف طوكيو أعرف معروف المشهورة منطقة طوكيو في اليابان، بس هل هي العاصمة؟ نعم نعم صحيح. إيه سؤال والله سؤال سهل. نعم صحيح. صحيح. ألف مبروك إجابة صحيحة. أبشر والله بالسعد. لا ترتبك لا ترتبك يا بسام. طيب خلهم يتقدموا. بسام العبرة في الخواتيم. وش تصرح يا بسام لهم؟ خصم متهالك اول شيء. أيوة. وبعدين طال عمرك ما هو اول مرة افوز عليه. أيوة. فمنتهي النقاط عندكم وفوزك. خلهم يفرحون بالنقاط هذه. جاي بالك التوفيق وانت يا محمد. والله يا اخوي انا اقول اعرف ثقافتي زي. واعرف ثقافتي زي. مو بعيد عنك. لا لا بعيد عني. طيب السؤال الثاني لبسام عشق. يا رب انه ما فيه من